وإن شاء الله الحين الوجهة من العلا إلى خيبر، المسافة 200 كيلومتر، إن شاء الله بنقطعها في 2 ساعة إلى 2 ساعة و20 دقيقة، إن شاء الله نوصل بالسلامة. فنصيحة لكم يا أخواني، تفتحون الكتب وتقرون عن خيبر وتقرون عن الغزوات والحروب اللي أقيمت فيها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. باقينا متابعينا 25 كيلو إلى خيبر. شوفوا هالأشجار اللي... الدخول تدفع 95 درهم، وتركب السيارة يودونك للمجمع عشان توزيع والأماكن السياحية. خيبر اي اسمي إسراء، راح نكون إن شاء الله مرشدتك السياحية في خيبر. هذه محطتنا الأولى وهي مركز الزوار. المركز هنا بيطلع لنا شاشات بتعرض لنا أهمية خيبر من الناحية التاريخية ومن الناحية الظواهر الطبيعية، وأيضا الشاشة اللي في المنتصف هذه بتورينا الأماكن أو بعض المواقع السياحية اللي ما راح نشوفها خلال جولتنا، إما لأنه نحتاج هليكوبتر عشان نشوفها مستوى عالي مثل هذه الموقعين اللي أمامنا الآن، أو إن هذه المواقع لم يتم تفعيلها بعد وراح يتم تفعيلها في المرحلة الثانية والثالثة من مشروعنا بإذن الله. ما شاء الله. أول وجهة من الوجهات التاريخية هنا على الشاشة الأولى. هذه الوجهة الأولى. هذه عبارة عن المصائد الحجرية. المصائد هذه اكتشفوها في عام 1920، كان في طيار ماشي من فوق الموقع هذا وشاف الرسمة هذه بالصدفة، ومن هذاك التاريخ إلى اليوم اكتشفوا أشكال كثيرة جدا من المصائد. أيوة. والفكرة منها أنهم هم يجمعون الحيوانات عزك والله في منطقة أضيق وأصغر من الفضاء هذا الواسع، وبالأطراف هنا في حفر أو فخ يعني حيث الحيوان يقع فيه ويصيدونه بعدها بسهولة عن طريق الرماح والأسهم. أيوة. وغيرها. قديماً طبعاً، يعني عمرها 5000 سنة تقريباً. 5000 ما شاء الله. طبعاً الدراسات لا تزال مستمرة على هذا الموقع واللي يتم انتهاء منها بعد، بس هي من ضمن المواقع اللي متاحة للهليكوبتر اللي تشوفه مستوى عالي، لأن لما نكون من تحت إحنا بنشوف مجموعة أحجار بس. ما أيوة. إيه بس أحجار جنب بعض، بس إيش السالفة ما حنفهمها لما نطلع من فوق يعني. هذا أول موقع موجود هنا في خيبر. الموقع الثاني وهي المذيلات الحجرية أو المدافن القلائدية، لأن شكلها كأنها قلادة زي ما تشايف هنا. أيوة. طبعا هذه عبارة عن مدافن. المدافن هذه في المنطقة كاملة موجود أكثر من 12,000 مدفن. أيوة. بأحجام كبيرة ومختلفة، وبعضها صغيرة وبعضها دائرة فقط وبعضها دائرة ومثلث، بعضها يكون الشخص مدفون هنا وبعضها يكون مدفون هنا، في بعضها كذا تجي دائرة فقط. طيب هذه المدافن كانت مستخدمة لأكثر من مرة. كيف يعني؟ يعني لقيوا فيها رفات يعود لمثلاً 5000 سنة، وفي بعضها رفات ثانية لقيوا يعود ل3000 سنة، وآخر يعود ل2500 سنة. ذلك هو نفس المدفن بس استخدم على أكثر من مرة والأكثر من شخص وأكثر من حضارة. طيب مين هي الحضارة هذه؟ إحنا ما عندنا أي فكرة عنهم، ما نعرف إيش اللغة اللي تكلموها، ما نعرف إيش الدين اللي تبعوه، وهل هذا كان اعتقاد ديني أو ثقافي عندهم كمان ما حنقدر نعرف الآن. الدراسات تزال مستمرة على هذا الموقع ولم يتم الانتهاء منها بعد.
طيب بس ما ان احنا مو عارفين هذا الناس مين، بس هم عاشوا نفس فتره الفراعنه تقريبا، فاطلق عليها اسم الحضاره المنسيه او المجتمع المنسي. فان شاء الله يعني بالدراسات راح تنتهي يعني وراح نقدر توضح لنا الصوره الاكثر ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب هنا عندنا كمان الظواهر الطبيعيه اللي تميز فيها خيبر. خيبر موقعها واللوكيشن موجود في جنوب سلسله من البراكين، والسلسله هذه طولها 100 كيلومتر. طيب ال 100 كيلومتر هذه كلها لونها اسود. إيه؟ انها تتكون من البازلت. اي انا وانا ماشي اشوف الاحجار سودة سودة بالضبط. اول مره الاحظ كلها اسود بركانيه كلها. ايوه ايش الظاهره الطبيعيه المتميزه في خيبر؟ ان فيه بركان ابيض. ايوه وهو اسمه محليا جبل الراس الابيض. حتى شكله هنا على الخريطه بتشوف شايف كيف شكله؟ هنا أيوة. على الخريطه جايه بقع لونها كذا بس لونها ابيض. ايوه طيب هذا شكل الجبل الراس الابيض، تركيبته من الكومندايت او السيليكا، تركيبه مختلفه ونادره جدا ومتميزه، وهو من اندر انواع البراكين في العالم كله، ويندر اصلا وجوده بجانب بركان اسود بهذا القرب. ايوه في تباين الوان واضح جدا. البركان الاسود اللي بالضبط بجنبه هو جبل القدر يسمونه بالاسم المحلي هذا. طبعا شايف كيف هنا على الخريطه هي كلها جنب بعض. ايوه طيب جبل القدر هو من ابرز المعالم الموجوده في خيبر بقطر فوهه 400 متر وعمق 35 متر. 400 متر فوهته؟ اي كبيره جدا. هذا هو هنا موجود جنب الراس الابيض. ايوه هو منظر يعني طبيعي يعني جميل جدا ما شاء الله، لكن ما نقدر نشوفه الا بهليكوبتر. ممكن بس انه تقدر تروح بالسياره اصلا. ايوه اي عادي يعني. طيب من احنا قاعدين نتكلم عن البراكين وعن ثوران هذه البراكين، مع الزمن البراكين هذه طلعت صار فيه ثوران البراكين مره بعدين صار مره ثانيه بعدين جفت الطبقه بعدين صار مره ثالثه، يعني من ملايين السنين قاعدين نتكلم. فمع الوقت تكونت حره خيبر تمام. أيوة. اللي هي هذه اللي احنا واقفين عليها الان هذه. أيوة. كلها المنطقه كامله هذه اسمها حره خيبر. أيوة. مساحتها 14000 كيلومتر مربع، اذا بدنا نقارنها بشيء ونقارنها بجزر البهام. ايوه هي كبيرة جدا وواسعة. طيب ال 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 ثوران البراكين هذا مع الوقت كمان كون لنا زي الكهوف تحت الأرض. أيوة. كثيرة جدا. الكهوف اللي موجودة هنا في خيبر واللي تتميز أيضا فيها خيبر مش بس إنها كهف، في كهف اسمه كهف ماكر الشياهين هو الأطول في السعودية تقريبا، طول 3.5 كيلومتر. اللي يتميز فيه مش طوله بس، ان هم لما دخلوا فيه للمره الاولى لقيوا فيه عدد مئات او الاف العظام للحيوانات والجماجم البشريه. الجماجم هذه برضو يعيد عمرها الالاف السنين، فربما انه هذا نفس المجتمع المنسي احنا ما نعرف. أيوة. لا ما حنقدر نعطي شيء اكيد لان تنتهي الدراسات يعني من هذا الموضوع. طيب من احنا تكلمنا عن الظواهر الطبيعيه وعن وجهات التاريخيه راح ننتقل الان للشاشه الرئيسيه. تفضل. طيب. اختي في عندنا ايضا منشآت حجرية غامضة في خيبر. هذه المنشآت الحجرية احد الاماكن التي لا تزال الدراسات مستمرة عليها، وهي لا تزال لغز محير، علماء الاثار ما زالوا يدرسون هذا الموقع، وهي عبارة عن مستطيلات تقريبا عمرها كمان 5000 سنة. شايف كيف هنا بعضها شكلها كبير وبعضها شكلها صغير، بعضها فوق الجبل وبعضها في السفح، يعني في موجودة في أماكن كثيرة. طيب إحنا مو عارفين عنها أي شيء، بس إحنا ممكن نستدل من بعض الأمور على أشياء ثانية. أيوه. مثلاً حجمها الكبير هذا اللي قد يصل مجموع وزن الأحجار المصنوع منه المستطيل ل 12000 طن. يعني هو معناته إنه هو مجتمع متكاتف اشتغل وصلح هذا المستطيل. أيضاً يعني مثلاً ننتقل من نقطتين قد تأخذ 10 دقائق سير على الأقدام. أوف. هي كبيرة جداً ضخمة. طيب لقيوا كمان فيها عظام لحيوانات. معناته ان هذا كان مكان للعباده ويمكن انه كان فيه تضحيات كانت تتم. ايوه صح. أي. غالبا انه هذا هو هذا الشيء اللي أيوة. وجدت فيه المستطيلات. شايف كيف اشكالها؟ أيوة. طيب هذه احدى الاماكن التاريخيه اللي موجوده في خيبر. فيه كمان من احنا تكلمنا عن المدافن المذيلات الحجريه والمدافن القلائديه. نشوف هنا مثلا بعضها يجي حجمها كبير جدا زي هذا مثلا اللي هنا، وبعضها تجي صغيرة. ايوه اوكي. في هنا كمان على شكل دوائر فقط، وفي ايضا هنا. طبعا احنا ما نقدر نقول ان القبر الكبير يدل على اهمية شخص انه شخص مهم، والصغيرة والعكس. صح. ما نقدر، لان فيه احدى القبور الكبيرة
كبيرة الحجم لقيوا فيها رفات للطفل. فإحنا ما حنقدر نقول إنه هذا ملك أو شيء صعب يعني. فأيضا الدراسات لا تزال مستمرة على هذا الموضوع. شايفين كمان هذه بس مجرد دائرة ما في معها مثلث ولا شيء. طيب أحد الأشياء اللي كمان اللي أثارت انتباه علماء الآثار هو الممر هذا اللي بالنص اللي ما بين المدافن. الممر هذا أطلقوا عليه الممرات الجنائزية. طيب إما لأن هذا الممر صنعوه ليستدلون بطريق الخروج يعني لما يخرجون من الواحة ويستدلون بطريق العودة لما يروحون لواحة العلا أو لواحة تيمة صنعوا هذا الطريق وصلحوا لهم. في نظرية ثانية تقول إنه هذا أصلاً طريقهم اللي يمرون منه فاختاروا إنهم يدفنون أجسادهم على الطريق هذا. أيوة. في نظرية ثالثة تقول إنه لا يعني هم مشوا من هنا وبطبيعة الحال تم يعني صار هذا الطريق عن غير قصد. ايضا هذا شكل الممرات الجنائزيه ما بين القبور الراس الابيض. ايوه وهنا يكون جبل القدر. ايضا في ممر يعني من هنا في كمان لقيوا عنده مستطيل بجانب الراس الابيض نفس المستطيلات اللي احنا تكلمنا عنها. ايوه طبعا وجود المستطيل على البركان هذا معناته ان هذا البركان خامد من زمان من اكثر من 5000 سنه. في عندنا كمان خلال جولتنا راح ننزل في عين في واحة خيبر وراح نشوف العيون. عادة العيون الطبيعيه في خيبر كانت قبل بعدد ايام السنه تقريبا 360 عين. لكن بدات تجف مع الوقت وصارت 70. لكن العين اللي راح ننزل لها بعد شوي عين الجمه هذه العين التي لم تجف قط ابدا والمزارعين الى اليوم لا يزالون يعني يستفيدون من مياهها. وراح ننزل كمان نشوف كيف تم تقسيم المياه بين المزارع. تمام كذلك. هذه واحة خيبر محفوظة منذ قرون رؤيتها اليوم أشبه بالعودة بالزمن إلى الوراء. جزيرة خضراء وسط بحر من الصخور السوداء يعود الفضل في كثافة غطاء الواحة الأخضر لشدة خصوبة تربتها. تعتبر التربة البركانية من أصلح الترب لنماء المزروعات كأشجار النخيل التي ترونها في الأسفل لتكونها من مزيج من الحمم البركانية والرماد البركاني، وهذا يجعلها غنية بالعناصر الغذائية الرئيسية كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر محببة ومفيدة للنبات. تشير الأدلة الأثرية إلى أن خيبر مأهولة بالسكان منذ ما قبل التاريخ، أي قبل أكثر من 200,000 عام، إلا أن أصول تسميتها أكثر حداثة. فكلمة خيبر مشتقة من قولهم أرض خبرة أي طيبة الطين سهلة، وقد عرفنا السبب. ذكرت لأول مرة في التاريخ في القرن الخامس قبل الميلاد حين ورد ذكرها في السجلات القديمة ضمن الواحات التي غزاها الملك الأسطوري. يعطيك العافيه في اخوي فرج. هني تعال شنو هذا هذا المكان حق يسمى حصات الدبل. حصات الموقع حق حصات الدبل. اي هذا المويه جاي طبعا من العين حقت عين الجمه. ايوه فهذه اللي كانت يستخدمونها التوزيعه قديما توزيعه المياه. ايوه اذا مسكروا من هنا
تفتح من الجهة الثانية، تسكر من هنا وتفتح من الجهة الثانية. أيوه. فهذا صاحب التقسيمة يكون أول صاحب للمزرعة. أيه. عنده التقسيمة. أي ما شاء الله. شغل اللي. الأرض المحيطة بها منذ آلاف السنين، وتروي ظمأ المسافرين والأهالي بمياه وفيرة يسهل الوصول إليها. الشيخ إبراهيم حمزة موسى الحناني رئيس قرية الروان يتذكر تماماً كيف كان هو وأصدقائه يستمتعون ببرودة مياه العيون. أنا وأصحابي من أول بعد ما نرجع من المدرسة، المدرسة تقريباً حوالي 3 كيلو عنا، طبعاً نرجع والله اللي تذكر أنه أهلنا يلا يا ولد روح حشلة الغنم حشلة البقر، ننزل نتسبح في العيون الموجودة في خيبر. طبعا خيبر في الأروان بالذات، الأروان يمكن فيه تقريبا حوالي 12 عين موجودة وما زالت الحمد لله. فكانت ذكريات طيبة مع الزملاء والأصدقاء، وهذا في منطقة الأروان صراحة ذكريات ما تنسي وقتها كنا نسمع. وهذه شبه المزارع مقسمة، هذه كلها أملاك خاصة، أملاك خاصة لكل مربع هذا لقص لشخص واحد. إيه نعم، لشخص أو عائلة. وعلى الله عزة الحمير شل التراب وساعد أباءنا وجدودنا. ليس غريبا وجود كل هذه النباتات والحيوانات، فالمياه ها هنا وفيها. هل تعلم أن العلماء اكتشفوا أكثر من 2200 نوع مختلف من النباتات تنمو في المملكة؟ سترون الكثير منها هنا. هنا أشجار النخيل وهي في كل مكان، وأشجار السمر ذات الفروع كالمظلة، عشب الإذخر الطويل، شجيرات القطف أو الشبرق الصحراوية ذات الزهور الحمراء الصغيرة، ونبات قطن الصحراء بزهره الأبيض. كما توجد هنا حيوانات كثيرة تكثر رؤية الثعلب الأحمر العربي والأرنب العربي، تسمى اليربوع المصري الصغير. استمتعوا برؤية ذلك وأنتم تأكلون التمر. قد تلمحون أثناء سيركم طيف ضبع مخطط أو ذئب عربي، ولكنها في الغالب نادرة الظهور. لا تعيش الحيوانات في الواحة بمفردها، وإنما تأتيها الطيور تبني الأعشاش على فروع أشجارها وتتغذى على الحشرات والفاكهة الموجودة هنا. إذا نظرتم إلى السماء قد ترون طيرا جارحا كالصقر أو النسر المصري يحلق فوق رؤوسكم، أو ربما تجدون نقار الخشب العربي أو بومة الصحراء مختبئة في الأشجار. حتى أن الواحة تسكنها أيضا طيور تقطن الأرض تسمى القطويات. حقيقة عن الطيور، مع أن القطويات تعيش على الأرض فإنها تستطيع الطيران بسرعة تصل إلى 100 ميل في الساعة. أخوي فرج أشوف حصن وقلاع فوق مرتفعة. هذا الحصن يسمى حصن النزار. حصن النزار يعود كم سنة قبل هذا؟ أكثر من 5000 سنة؟ أكثر من 5000 سنة. يا بد الله يحييك، شرفنا جعل عافية يا رب. بس التمر هذا كم صار له؟ بعرف تقريبا يعني تقريبا ممكن من 3 شهور طلع هالصيف هذا. ايه بس عادي بس ايه ينكل. ايه ينكل عادي. ايش هونا خرشاف هذا؟ فيه الحلوة، تمر الحلوة هذا. ايه ما شاء الله. يلا شوف النخلة، شو كيف ماخذ زاوية ما شاء الله. Thank you.
تتدفق عيون خيبر الطبيعية منذ آلاف السنين، وشاع ذكر عين الجمة في الكتابات القديمة وتعتبر من أهم عيون المنطقة. حين جاء البشر المستوطنون إلى هنا لأول مرة وجدوا الحياة النباتية مزدهرة بفضل العيون، فشربوا من مائها وسقوا محاصيلهم وازدهرت مجتمعات بأكملها، أعجوبة من أعاجيب الصحراء. وين الحين؟ جزء كبير من مياه عيون خيبر في الأصل يتساقط أمطارا ويتدفق من أعلى لأسفل على حقول الحمم البركانية شديدة الانحدار المعروفة باسم الحرات. تتجمع مياه الأمطار في منخفضات في الأرض تسمى الوديان، وحين تفيض هذه الوديان يتدفق الماء لأسفل على جوانب الحرات حتى يصل في النهاية إلى باطن الأرض، ثم من خلال الصخور التي تسمح بمرور السوائل يتدفق حتى يصل إلى فتحة طبيعية بالقرب من سطح الأرض فيخرج منها. تشتهر مياه العيون بنقائها، مع أنها يمكن أن تحتوي على رواسب معدنية من الصخور التي تمر من خلالها. تعتبر واحة خيبر من أقدم مناطق الاستيطان البشري في جزيرة العرب، وكان أهلها يقدرون أهمية المياه فأحسنوا إدارتها حتى ينال الجميع نصيبهم منها بميزان العدل والإنصاف. كانت المنطقة مقسمة إلى سلاسل من المزارع، كل سلسلة متصلة بعين ماء عن طريق مجموعة من القنوات المائية، وخصص الأهالي كمية محددة من المياه للمزارع والبساتين خلال كل يوم من أيام الأسبوع، وقسموا اليوم الواحد إلى فترات زمنية محددة وجبات. ولم تصل المياه للمزارع والبساتين إلا خلال هذه الأوقات المحددة. متابعين، شوي نعيد أيام الطفولة طالما حصلنا هالمرجوحة ورفع المكان الجميل والإخوان الجميلين اللي قاعدين يصورون. مرات جميلة. أيوة، هذه قناتي ما شاء الله. بتطلع ها؟ ما مشكلة نحطك في قناتي. أنت شو اسمك؟ أنا أبو بكر. تطلع في القناة؟ يعطيك العافية. يلا شوف حالك بعد 4 أيام 5 أيام. الله يسلمك. يلا جزاك الله خير، رحم الله والدينك، الله يخليك. يلا خلصنا جولتنا. هذه متابعيني الصخور البركانية ماخذة اللون البني الغامج على الأسود. متابعيني، عفوا، يعني شرح فوق طاقتي، شرح كبير الجهاز كان ركبت على التليفون وشرح لكم عن قصة خيبر وعدد السنوات وشلون بصوت جميل. جزاهم الله خير، مسوين ترتيبات جميلة، موفرين أماكن للسياح، يستقبلون السياح، وهذه هني خواتنا موجودين يبيعون المنتجات الخاصة فيهم. خلينا نروح نشوفه ونخبركم العلوم إن شاء الله الزينة. فتابعوا، هذه بتكون قصة اللي شفتوها هاي قصة بروحها فيلم خاص، خيبر بين قوسين السعودية. ما شاء الله، وهذه شغل خواتنا من سكان محافظة خيبر تابعين للمدينة المنورة. شغل
البيت كل أغراضهم هذه. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحيم. شو تسوي؟ هذا السدو المطور. السدو؟ أيوه اخترعها الخيبر شوفه. إيه ما شاء الله. هذا السدو المطور اخترعناه هسه لعام أول ما نعرفه. الله يعطيك. إيه هذا السدو المطور. الله يعطيك. يدرب عليه بنات خيبر. عاد بنات خيبر مو مشغولين في الموبايلات؟ اي يشتغلون والله يشتغلون البنات يشتغلون يعرفون اي الحمد لله. ايوه هذه حرف يدويه زي ما شاء الله. سوينا حق الابل هذا. هذا حق الابل. اي هذا حق. ومن شنو هذا؟ من شعر الابل ولا الوبر؟ شعر وشعر من هذا الصوف صناعي. اي صوف صناعي. هذه شنط وهذه شنط وهذه سجاده. اي ما شاء الله ما شاء الله. مع زميلتي وحده معي هنا. ايه دشي اختي عندك دشي روي المتابعين روي المتابعين الشغل كذا. هذه المنقاده اللي تقود السدر. هذه المنشازه. هذا الميشه كذا. ايوه هذه النيره. هذه الحفه حقت السدر. ايوه كذا الله يطول عمرك. هذا كذا. هذه الشحرفه صعبه شوي. بس احنا ندرب بناتنا عليها علشان ان شاء الله عشان انه مروث. هذا مروث قديم هذا لازم نحتفظ فيه. نعم المروث القديم هذا لازم نحتفظ فيه. جزاك الله خير. انت الله يوفقك ان شاء الله. الله يخليك. سامحي لنا يا الله يوفقك ان شاء الله. الله يخليك. يلا شكرا اخواني ونأسف على المداخلات الصوتيه الجميله. انا احدها بالنسبه لكم ان شاء الله تكون اجمل. فتحياتي لكم ولا تنسون بالاشتراك في القناة وإرسال القناة لأصدقائكم وإخوانكم. والآن بننتقل إن شاء الله إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء العمرة بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.